طبعا في المعرض هذا حاولت ان قدر الاستطاعه ان انوع في كتاباتي. اللوحات الموجوده عندي في المعرض في منها بخط الرقعه وخط الثلث وخط الفارسي. طبعا الكتابات طبعا كثيره، لو بكتب ممكن بالانواع اللي عندي تاخذ مساحه اكبر، ولكن تركنا مجال لزملائنا الخطاطين سواء التشكيليين. طبعا احنا الخط التشكيلي ومعنا زملاء خط التشكيلي، احنا الكلاسيكي عفوا الخط الكلاسيكي. فبالخط الكلاسيكي تتنوع الأدوات أو تختلف الأدوات عن الرسام التشكيلي. الرسام التشكيلي يستخدم الفرشة والألوان الكلاريك وأنواعها، وإحنا الخطاطين عندنا البوص، أقلام البوص، وكذلك في الأوراق المتنوعة منها المقهر، منها الورق المصقول الكوشيه، الأوراق اللي تكون مزخرفة، تتعدد الأنواع الأوراق والأدوات بس باختلاف يعني شيء بسيط عن التشكيليين. وبالأخير احنا أسميه أنا بستان، اليوم المعرض أسميه بستان لأن البستان تتنوع فيه الورود والأزهار، واحنا اليوم يعني قدام ما شاء الله يعني أنواع من اللوحات سواء التشكيلية أو اللوحات الكلاسيكية، وكل الخطاط ما شاء الله من الموجودين انفرد في لون معين وشكل معين من هذا الفن. طبعا الفنون التشكيلية والكلاسيكية كلها تنصب بالأخير بشيء واحد اللي هي كتابة الحرف العربي. الحرف العربي هذا جدا مهم مع الكتابات اللي نقراها كل يوم، لعيالنا يقرونها في كتبنا في الصحف. وطبعا من خلال المعرض هنا حاولنا نستعرض أنواع الخطوط بأنواع تراكيبها وأشكالها، وكذلك الفنانين التشكيليين أظهروا مهارتهم من ناحية الألوان وتدريجها والضوء والنور والأمور هذه كلها اللي خاصة فيهم. كذلك الخطاطين عندنا أظهروا بعض المهارات من ناحية التراكيب في الكتابة، كذلك تعددوا في الأنواع، وبالأخير أهم نقول ينصب في خدمة الحرف العربي. أعمالي أنا هني حاولت أني أسوي ون كولكشن باستخدام أرضيات اللون الأزرقات أو يعني الأخضر شوي مدمج مع يعني مثل تاتش بسيط باللون الأخضر. اعتمدت بخطي هي عبارة عن خطوط تشكيلية وليست خطوط كلاسيكية، هي خطوط تشكيلية خلينا نقول خطوط مدلعة شوي، وفيها اعتماد الكلي على تجسيم الخط وإبراز الظل والنور، يعني هذا شيء رئيسي كان عندي. حاولت مثل ما هني شفنا حتى تدرجات الإضاءة جاية بالتدرج من الأفتح إلى الأقمج. في بعض الخطوط الثانية الإضاءة كانت هم متدرجة لكن يحتويها من تحت الظل، والأرضيات بعضهم يعني حاولت أني أتلاعب فيهم بقدر الإمكان. احنا طبعا عملنا طبعا في شاركت بثمان لوحات مع مجموعة من الفنانين التشكيليين والخطاطين، أعمال تسم في آيات قرآنية بهالأجواء الرمضانية في أجواء روحانية. فطبعا الأعمال هذه ما بين الكلاسيك طبعا استعمال الأحبار مع تقنيات لونية بألوان مائية وألوان أكريليك. مثل طبعا اللوحة اللي عندكم هنا من هي طبعا اللوحة هذه بحبر إنجليزي مع الورق، طبعا نوعية الورق يكون يعني ما يتشرب بحدود يكون أنا أساس يعني الحبر يكون مناسب عليه. وطبعا استعملت الزخارف بتقنيات ألوان مائية. وفي طبعا في لوحات ثانية عندي أنا طبعا بالخط الثلث عميد الخطوط العربية هذه، ويستعمل طبعا في تزيين المساجد وفي الأماكن العبادية وكتاب القرآن الكريم.
في لوحات أخرى عندي أنا موجودة طبعا في مكان ثاني. طبعا استعملت طبعا نفس الشيء الأوراق، ورق كانسون مع الأحبار الإنجليزية، وعملت فيه تقنيات لونية نوع من التأثير، طريقة تأثيرية، لأن الورق الكانسون بإمكان الواحد يكتبه طبعا يتفنن فيه الألوان المائية فيها. أيضا حافظنا على الأصالة، أصالة الكتابة، يعني الكتابة التقليدية الكلاسيكية. يعني طبعا الأخوان والأصدقاء الآخرين عندهم كتابات تشكيلية، وإحنا طبعا كتاباتنا الكلاسيكية التقليدية. طبعا استعملت طبعا الخط الثلث في مجال هذا. الخط الثلث هي خط يعني يتسم بفخامة وفي قوته من ناحية شو اسمه، من ناحية مرتبطة في الكتابة القرآنية، وتعطي نوع من الفخامة في اللوحات هذه.